رياح على موقع سباكسيب ونت، كيفاش شفت ماتش اليوم؟ لا ماتش صعيب، هذا مش استراتيجية، تلوج على الانتصار الاولاني لهيا. بون الاولاد كانوا حاضرين، عملنا ماتش ممتاز، المهم الريزلتا، ربحنا هذاك، المهم نخدموا اون كونفيونس وان شاء الله جاي ان شاء الله. ان شاء الله ماتش جاي كونتر المرسى، كيفاش ان شاء الله مش تحضروا له؟ بنفس ليتا ديسكري نتاع ماتش الاربعة اللي عملناه، ان شاء الله نكونوا حاضرين وان شاء الله نزيدوا ننتصروا باش نقعدوا نخدموا على رواحنا في راحة. المقابلة كانت صعيبة، نعرفوا كنا نعرفوا ليادريسير معناتها يحب يعمل رياكسيون سيرتو بعد ترو ماتش جاي في من بوان، لكن احنا في بالي عكس مقابلة كاسر اللي دخلنا بالبداية في المقابلة، سجلنا هدف في وقت باهي، لكن زي ما يكون قبلنا شوية ضعف، قعدنا مركزين اخر دقيقة وقعدنا واقفين صحاح، الحمد لله البلوز امبورتون ترو بوان اللي خلينا توا ماشيين في الثلاثة الوردية، ان شاء الله نحاول نكمل فيها ان شاء الله نجي نفس ان شاء الله. الماتش الجاي كيفاش تحضروا له دالي علي كونتر المرسى؟ المقابلة كما المقابلة أخرى معناتها باش نحضروا لها بنفس الكريو نفس الكونتير حتى نحضروا بين الماتشات. بفضل ربي المقابلة على السيف سمعت باش نساهموا فيها ان شاء الله. وكيف نقولوا علي والمنتخب باش تقول؟ لا هو عاود مرة أخرى بعد العرس نتاعي بس ما كنتش موجود في الطرابلس التكريمي، إن شاء الله تكون أحسن عودة إن شاء الله. الحمد لله ربي والله عملنا معنا اليوم ماتش كبير، واللي قاعدين معناتها نعرف خدمة باهية برشا، إن شاء الله نكملوا هكا، جولة تو قاعد معناها ماشي باهي، هذه الحاجة اللي قاعدة تعاون معناها فينا برشا، إن شاء الله نكملوا هكا، إن شاء الله القادم خير إن شاء الله. باهي نقولوا عليه والمنتخب إيش تنجم تقول؟ المنتخب ولا هذا شرف معناها لينا نحن، تو عندنا ستاج نتاعنا إن شاء الله، إن شاء الله الواحد يمشي يخدم، إن شاء الله يمشي يشرف تونس إن شاء الله. دلوقتي على موقع سباكسيب بون نت، كيفاش تشوف ماتش اليوم؟ شفنا معنا ماتش اليوم صعيب شوية، أنا الحمد لله كنا مكان معنا عرفنا كيفاش نلعبوا، ما كنا البوند الأول اللي سهلنا شوية الماتش، ما تشوف زي ما كان معنا ملعب تونسي هبطت كل قدام، وقبلنا ياسر اللعب، كنا تو نشوف معنا 90 دقيقة، عرفنا كيفاش نجاريو اللعبة، والحمد لله معنا تلاقوا من هنا صعيبة صعيبة ياسر. كيفاش تشوف حظوظ النادي الرياضي الصفاقسي في الماتشات الجاي؟ والله حظوظ السياسي معنا احنا تو عندنا كل ماتش وماتش، دلوقتي تشوف اربع ماتشات معنا اربع انتصارات، معنا مش بال كما نقولوا احنا نلعبوا كل شيء واللي نرى في كيف احنا اللي عملناه واللي صارت لنا شويه معنا قلة حظ، ما يظل المرة هذه معنا كما نقولوا احنا باركور باهي، ان شاء الله القدام خير ان شاء الله. ميرسي عايش.